كم خالد الضنحاني، شاعر وأديب ورئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية. طبعا جيت أمثل جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية وأيضا اتحاد كتاب وأدباء الإمارات. مشاركتنا في معرض الرياض هذا يعني شرف كبير جدا لنا أن يكون هناك بيننا وبين السعودية يعني تعزيز التلاقح والتواصل الثقافي، خصوصا أن العلاقات الحمد لله بين الإمارات والسعودية في أوج يعني أفضل العلاقات الآن في هذا الوقت، وإن شاء الله أن نحن نعزز هذا التعاون الثقافي، خصوصا أن الثقافة نوعا ما يعني هناك جوانب كثيرة لم تكن يعني بيننا التواصل، فالحمد لله يعني تواصل جميل جدا، وحضور الإمارات في هذا المعرض كضيف شرف يعني يزيدنا من التعاون والتلاقح الثقافي بيننا وبين المثقفين في السعودية. الحقيقة يعني هناك حراك ثقافي جميل جدا في هذا المعرض، يعني اللي لاحظه أن هناك يعني قراء، فهذا يبشر بالخير. وطبعا مشاركتنا في من خلال يعني المؤسسات الثقافية الإماراتية يعني مشاركة متميزة، وأيضا جناحنا يمثل جناح مميز جدا، وإن شاء الله أن يعني يكون هناك تعاون مستمر بيننا وبين السعودية.